بالنسبة لسؤالكم عن الشواطئ والناس اللي كيستغلوا هذوك الشواطئ وكيفرضوا واحد كيفرضوا واحد رسوم على المصطافين بين 50 درهم تقدر ب 50 درهم و 60 درهم وهذا الشيء هذا غير معقول وحنا كجمعية مغربية نندد بهذا التعسفات وبهذا العمل الغير لائق. هذا من جهة. والسؤال الكبير والعريض وهو إذا كانت هذه الشواطئ المغربية أنها شواطئ عمومية أو خصنا نعرفوا واش أنها شواطئ عمومية ولا شواطئ خاصة. إن كانت شواطئ عمومية فالمواطن المغربي الاصطياف وأنه يجلس في أي مكان بدون 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 أن اسمه يخلص بحال باه يعطي واحد اسمه على المكان اللي يجلس فيه. ولا كان خصوص نعرفوا شكون هما هاد الناس اللي هما واخدين هذا اسمه واش عندهم شي قانون وشكون هو الجهات اللي مخوله لهم باش يفرضوا على الناس هذا وهذا شيء زعما بالنسبه لنا كجمعيه مغربيه ندين مغربيه لحقوق المستهلك ندينوا هاد المسائل اللي هي انا كتبان لي عشوائيه. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين المصطف كيمشي للشاطئ لاستمتاع بالشاطئ بالتالي كنلقاو ناس كيبيعوا كيكونوا تيتجولوا تما كيبيعوا مأكولات اللي هي مأكولات خفيفه وحنا كجمعيه كنستقبلوا في هذا المجال كنستقبلوا عده شكايات سواء عبر الانترنت او عبر الهاتف وتيكونوا انهم واحد العدد كبير ديال الناس اللي هما عليهم تسمم لان هذاك المأكولات ما معروفش المصدر ديالها اصلا وانت انت امتى كان سمع انها امتى كانت موجوده واش ديال اليوم ولا ديال البارح ولا ديال هذا مشاكل. ومشاكل اخرى ان حتى هو كان من هذا المنبر ادعو المصطفين باش ما يبقاوش كيديروا ديك كيلعبوا كره وسط الاطفال والشيوخ والناس اللي جات باش تاخذ الراحه ديالها. وهناك بهذا المنظور ما كان هناك الناس كيجيبوا معهم كلاب فطال الكلاب وكيدوروا بهم تما هذا ما ممنوع. وناس اخرين كيجيبوا معاهم الماكله كياكلوا تما وتيلوحوا اسمو. دونك هنا كنقولوا بان في اين هي البيئه واين احترام السلامه الصحيه وحتى باش نحتفظوا على البيئه حنا كنخسروها. هذا هو اللي كاين. حنا بالنسبه لنا كجمعيه مغربيه الوقت فاش كنتصلوا بحال ما هذه الشكايات كنتصلوا بالأونسا هي كنتصلوا بالأونسا وهي هو المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه وكنكاتبوا حتى القسم الاقتصادي على هذا المشكل وكنتسناو الجواب ديالهم وكنخليو الشكايه تاخذ المجرى ديالها.